ولنقاش ملف استمرار التظاهرات الشعبية في السويدان المطالبة بإسقاط النظام وخروج إيران وروسيا من سوريا في الوقت الذي لا يزال فيه النظام يستخدم الحل الأمني ضد المنتفضين. تنضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الفرنسية باريس مزن مرشد، الكاتبة والصحفية السورية. أهلا بك سيدتي. أهلا فيكم، يا هلا. في ظل استمرار الحراك الشعبي في سويدا، كيف يمكن تقييم هذا الحراك المتواصل وتظاهرة اليوم تحديدا؟ الحقيقة بتظاهرة اليوم كان في شيء ملفت، أنه تم اعتقال 4 شباب. من الضروري جدا أنه نذكر أسمائهم ونذكرهم ونتمنى لهم الإفراج السريع، اللي هم بشار طرابي، صفوان عبيد، ناصر عزام، رواد صادق. الحراك بالسويدا منه جديد الحقيقة. الحراك بالسويدا فيني أقول أنه بدأ مع بداية الحراك الثوري السوري عامة، ولكن كان خجول ومتواضع. السويدا في إلى خصوصية ما، يعني لا يمكن أنه يقدر يعرفها أي سوري إلا إذا كان مطلع بشكل عميق على الأمور بالسويدا. السويدا هي أقلية، السويدا مفقرة منذ أن احتل البعث سوريا. بالصيف بتلاقي فيها شباب، ولكن بالشتاء ما بتلاقي غير العجائز والنساء والرجال، بسبب انه في هجره كبيره للعمل خارج المحافظه. المحافظه لليوم ما فيها اي مشروع انمائي، ما فيها اي نشاط اقتصادي يستطيع ان يحافظ على ابنائها للعمل بداخلها. نعم. السويدا من البدايه كانت معروفه انه هي ذات هوى غير بعثي، يعني معظم الشبان فيها منلاقيهم هن ليبراليين متحررين فكريا من عن الايديولوجيات السياسيه. ولكن القبضه الامنيه بالسويدا محكمه جدا. للاسف الشديد كان في تركيز على انه تكون السويدا تحت القبضه الامنيه منذ زمن، يعني منه جديد الموضوع. نعم. الحراك بالسويدا اليوم انا ما فيني اخفي فرحي فيه، ويمكن فرح اي سوري حر بهذا الشيء، لانه السويدا من البدايه مثلا حاولت تقاوم النظام بان منعت ابنائها من الخدمه العسكريه. ما كان في اي شاب من السويدا عم بيروح على خدمه العلم لحتى يقاتل مع النظام، فكان في حرم من المشايخ العقل الدروز. في هذا السياق سيدة مزن، باعتبارك تحدثتي عن ربما الخلفية التاريخية حول الحراك الشعبي داخل السويدا، هناك البعض يحاول إسقاط أن ما يجري في السويدا هو مجرد ثورة جياع لا أكثر. ما مدى أهمية هذا الحراك الجديد اليوم، والتحديات التي تواجه المتظاهرين برفعهم شعارات ضد الأسد وحلفائه تحديدا روسيا وإيران؟ صحيح صحيح. اليوم الحراك عاد إلى مساره الطبيعي، أعاد أغاني الثورة الأولى، أعاد روح الساروت وروح القاشوش بمطالبته بإسقاط النظام. اليوم السوريين ما عم بيطالبوا، أو السوريين في السويداء ما عم بيطالبوا بتحسين مستوى المعيشة، ولا عم يتظاهروا من أجل الجوع. هذا خطأ فادح عم ترتكبه بعض القنوات الحقيقة بتصوير هاي التظاهرات أنها هي تظاهرات جوع إطلاقا. اليوم التظاهرات من أول ما بلشت من أسبوع بالسويداء كانت مطالبة بإسقاط النظام، برحيل نظام الأسد، برحيل القوى المحتلة عن سوريا اللي هي إيران وروسيا. اليوم بتجي أهمية هذا الحراك بعد 10 سنوات من الثورة. أهل السويداء شافوا بأم أعينهم ما حصل بالمناطق الثائرة من براميل وقنص وضرب وتدمير وتهجير إلى آخره، ورغم هذا خرجوا، أي أنهم مستعدين لدفع هذا الثمن الغالي، ولكن طفح الكيل، لم يعد هناك مكان للاحتمال، لم يعد هناك مجال، لأنه يظلوا متحملين الحيف الذي يقع على كامل أبناء جلدتهم من السوريين. يكفيهم، برجع أنا بعيد لأنه هاي القصة كانت كثير مهمة، يكفيهم أن أبنائهم لم يقاتلوا في جيش النظام كي لا يقتلوا سوريين ولا يقتلوا. دم السوري على السوري حرام. الحراك اليوم تأتي أهميته بأنه أعاد للثورة زخمها الأول، عل وعسى أن يكون مشجع لباقي المناطق الموالية من دمشق إلى حلب إلى طرطوس إلى اللاذقية إلى عقر النظام في القرداحة، لأنه ينتفضوا مرة جديدة. هذا النظام لا يسأل على أبنائه، لا يسأل على طائفته. هناك طائفتين فقط في سوريا، طائفة الموالي وطائفة المعارض، ومن يقول غير ذلك فهو مخطئ.
إلى أي مدى استطاعت الثورة السورية اليوم أن تغير الواقع السوري بتزامن مع خروج مسيرة مؤيدة للنظام في مواجهة تظاهرة تطالب بإسقاط هذا النظام وتؤكد على أن الشعب السوري واحد؟ في سويداء حفران هاي ما كانت المرة الأولى، دائما هذا أسلوب النظام أنه ما بيتدخل عناصره الأمنية بشكل مباشر، ولكن تتدخل أذرعه من كتائب حزب البعث للمسيرات المؤيدة، وهي المسيرات دائما بتحاول تقمع المظاهرات بالضرب بالأيدي، بالاشتباك بالسلاح الأبيض، برجمهم بالحجارة، بتسليمهم للنظام، بتسليمهم للقوى الأمنية. يعني دائما كان النظام عم بيحاول يصور السويداء انه هن عم بيخانقوا بعض، انه الموالين عم بيكونوا بمواجهه المتظاهرين. النظام عنده ورقه بيده انه هو حامي الاقليات، وفي السويداء اقليه درزيه. اليوم النظام هل يستطيع ان يقتل الدروز؟ اين شعاره بحمايه الاقليات اذا قتل الدروز؟ مع العلم انه الدروز تحت التعذيب، يعني ما في درزي دخل على السجن من ابناء السويداء او جرمانة او صحنايا او القلمون الا لم يخرج منه، الا توفي تحت التعذيب، استشهد تحت التعذيب بشكل فردي، ولكن لليوم ما شهدنا قصف لمناطق درزيه، وهذا ما لا نتمناه الحقيقه، حتى يستمر هذا الحراك ويكون فعلا حراك مؤدي لنتيجته الطبيعيه يلي هي اسقاط النظام والتاثير على باقي المناطق والتاثير على الاحرار يلي ما زالوا لليوم صامتين. لانه انا واثقه انه حتى من الصامتين هناك الكثير الكثير ممن لا يؤيد النظام، ولكن يسكت بدواعي كثيره من الخوف من الوضع المادي والوضع الاقتصادي والقبضه الامنيه والى اخره. شكرا جزيلا لك الكاتبه الصحفيه السوريه مزن مرشد، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمه الفرنسيه باريس.